عموته حقق نصف مفاجأة أو نصف معجزة بالتأهل إلى النهائي، ويستحد لتحقيق المعجزة الآن بصراحة الشغل الكبير لهذا المدرب الرائع الذي حقق نتائج باهرة مع المنتخب الأردني. نعم عموته أبو أحمد السحري، تفضل. انتقد كثيرا في المغرب لما خسر في نصف النهائي مع المنتخب الجزائري في كأس العرب. ربع الليلي انتقد كثيرا. صحيح، برافو لحسين عموته أولا لأنه رجل يشتغل في صمت، لا يحب كثيرا الأضواء، أكيد بأنه مدرب جدي، ليست لديه علاقات مشبوهة في الوسط الرياضي، إنسان يحب العمل الدؤوب، وهذا ما أظهره في العديد من التجارب. حسن عموته بالتالي بتكلم على مدرب عربي بأقل الأموال، أقل من أي مدير فني بيجي باسم كبير جدا، ومع ذلك الروح والدم واللغة والتعامل والكفاءة أثبتوها لعبة الأردن. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، التحية للجميع ومرحبا بكم فيديو جديد. قبل ما نبدأ أتمنى أنكم تدعمونا بلايك الفيديو، خليوا لي التعليقات ديالكم في الموضوع. الناس ما مشاركيش معي في قناة، أتمنى أنكم تشاركوا وتفعلوا جرس باش يوصلكم ديما الجديد ديالنا. وعلى بركة الله نخليكم مع الفيديو اللي راح نستمعوا فيه لأول تعليق في الإعلام الجزائري على المنتخب الأردني الذي حقق إنجاز تاريخي مع المدرب المغربي حسين عموته بالوصول إلى نهائي كأس أمم آسيا بقطر لأول مرة في تاريخ الكرة الأردنية. إخواني في الفيديو غادي نشوفوا الفرق الكبير ما بين التحليل العربي لمعظم القنوات العربية وكذلك المحللين في القنوات العربية، والفرق ما بين التحليل الجزائري لما قدمه حسين عموته مع منتخب النشامة والتألق الكبير أيضا ديال اللاعبين ديال منتخب النشامة. فرق كبير في التحليل، لا مجال للمقارنة، الإعلام الجزائري دائما كيبغي ينقص من القيمة ديال المغرب وكذلك من المدربين المغاربة. مشى ذكر كأس العرب، قال لك سيدي عموته تلقى واحد ضجه كبيره عليه في المغرب وانتقدوا في المغرب منين خسر مع الجزائر في كاس العرب، عوض ما يتكلموا على الاجواء ديال كاس امم اسيا والاداء الكبير الذي قدمه المنتخب الاردني والمسار ديالو في هذه البطوله وكذلك قبل البطوله في المباريات الوديه. دائما كيدبروا على واحد الحاجه باش ينقصوا من القيمه ديال هذا المدرب، ولكن بزز عليهم يرشحوا المنتخب الاردني ويتكلموا على هذا المدرب اللي رفع الراس ديال الجمهور الاردني وكذلك ديال كره القدم الاردنيه وشرف الاطر المغربيه. والغريب في الامر هو انه الوزير ديال الاتصال ديالهم في الجزائر خرج وقال لهم اودي بقاو تجيبوا معكم المعلومه للبلاطو وبقاو تحدثوا. اليوم كنشوفوا هاد المحللين اللي جاوا لهذا البلاطو ما عارفينش حتى الاسماء ديال اللاعبين، سواء موسى التعمري او كذلك يزين النعيمات وكذلك علي علوان، مهاجمين ديال المنتخب الاردني ما عارفينش الاسماء ديالهم وكيخرجوا وكيحلوا حتى هما كيتكلموا، ولكن كتحس بالكلام ديالهم دائما كيقلوا من القيمه ديال النجاح ديال الاطره المغربيه وكذلك كره القدم المغربيه. اخواني في الفيديو غادي نخليكم تسمعوا التحليل ديال الجزائر اولا، ونخليكم مع الاعلام العربي والطريقه اللي كيتكلم بها على حسين عموته وعلى المنتخب الاردني وعلى التكتيك ديال المدرب والتغيير الكبير اللي داروا في المباريات الوديه في المباريات الرسميه. شوف الكلام ديال الاعلام العربي، الوعي والثقافه في التحليل الرياضي مقارنه مع اعلام شنقريحه اللي قال لهم الوزير اودي بقاو تجيبوا معكم الورقه والسيلو وبقاو تجيبوا معكم المعلومات عاد دخلوا البلاطو. نخليكم مع الفيديو الرائع اخواني، وتلقاو في النهايه ديال